Dear student in primary 4, assume study Madi, an experienced teacher of science and biology. Today we'll complete together the concept الأول وهو الـ devices and energy. هنبدأ مع بعض النهاردة lesson 3 اللي هو law conservation of matter أو قانون بقاء. في البداية لو جينا خدنا example على تحولات الطاقة زي ما خدنا في الدرس اللي فات on driving a bike عند قيادة الدراجة. You will find the part of kinetic energy change to heat energy due to the friction between the bike and the road. بمعنى آخر إن جزء من الطاقة الحركية بتتحول لطاقة حرارية نتيجة الاحتكاك الدراجة مع الطريق. بالتالي ممكن أقول إن تحولات الطاقة في البايك إن الكيميكال إنرجي إن يور بادي which is stored in food change into heat energy which change into kinetic energy and kinetic energy change into heat by friction force. يبقى الطاقة ممكن تتحول من صورة لأخرى، الطاقة الكيميائية اللي موجودة في جسمنا مخزنة في الأكل تتحول لطاقة حرارية، ببدأ أدفع الدراجة بتتحول لطاقة حركية، بعد كده جزء من الطاقة دي بيتحول إلى طاقة حرارية نتيجة احتكاك الكار تاير مع الرود. جينا خدنا مثال آخر إن إلكتريك لامب في المصباح الكهربي، تحولات الطاقة في المصباح إن الإلكتريك لامب تشينج تو لايت إنرجي، طبعا الإلكتريك تشينج تو لايت، a part of energy change to heat energy so you feel hot when you approach your hand. يعني الطاقة الكهربية اللي موجودة في الأسلاك بتتحول في المصباح الكهربي لطاقة ضوئية، جزء من الطاقة الضوئية دي بيتحول لطاقة حرارية لو أنا قربت اليد من المصباح هنحس إن في حرارة طالعة أو منبعثة من المصباح الكهربي. قانون بقاء الطاقة يبقى الـ Law Conservation of Energy، الـ Energy neither created nor destroyed but it changed from form to another، والطاقة لا تفنى ولا تستحدث ولكن بتتحول من صورة لأخرى. زي الالكتريك بتتحول للايت، اللايت بتتحول لسامر في المصباح الكهربي، الدراجة الكيميكال بتتحول لهيت، الهيت بتتحول لكينيتك، الكينيتك بترجع تتحول الى هيت مرة اخرى. لو جينا خدنا بعض الاسئلة كده على الجزء اللي فات، اول سؤال on driving a bike، يعني لو انا سوقت دراجة energy what change to what، طاقة ايه تتحول لطاقة ايه. طبعا الدرايف بايك هنقول ان الكيميكال انرجي stored in food it change to kinetic energy طبعا passing with heat energy، يعني الطاقة الكيميائية بتتحول لطاقة حركية بعد مرورا بالطاقة الحرارية داخل الجسم. Another question: a part of kinetic energy of the bike change to what energy due to the what between the road and the bike؟ يعني جزء من الطاقة الحركية في الدراجة بيتحول لطاقة ايه نتيجة ايه ما بين الطريق وما بين الدراجة. طبعا عندنا جزء من الطاقة الحركية بيتحول إلى heat energy due to the friction force between the road and the bike، يعني جزء من الطاقة الحركية بيتحول لطاقة حرارية نتيجة الاحتكاك مع الطريق. Question number 3 an electric lamp change what to what، يعني في المصباح الكهربي أو اللمبة طاقة إيه بتتحول لطاقة إيه؟ قلنا المصباح طبعا بيشتغل بالكهرباء، بتلاقي إن الإلكتريك بتوصل لللمبة وتتحول إلى light، so the correct answer electric change to light energy، وممكن نقول كمان change to heat energy بتحول لطاقة حرارية بس دي طاقة غير مطلوبة أو non purpose ليس لها استخدام. When you approach your hand to an electric lamp you feel، يبقى لما أجي أقرب إيديا للمصباح الكهربي هحس طبعا هحس by heat بالحرارة أو feel hot or heat. Both right or wrong ده علامة صح أو خطأ. Question number 1 السؤال الأول energy is neither created nor destroyed but it can change، يعني الطاقة لا تفنى ولا تخلق ولكن بتتحول من صورة إلى أخرى أو يمكن أن تتحول. طبعا هنا الإجابة دي صح أو question is right. The moving bike الدراجة change kinetic energy into thermal energy، يعني في الدراجة الطاقة الحركية بتتحول لطاقة كيميائية. احنا قايلين العكس ان الكيميكال انرجي تشينج انتو هيت انرجي تشينج تو كينيتك انرجي، يعني الكيميكال بتتحول للحراره وبعدين بتتحول لطاقه حركيه. كويشن نمبر 3 ان رايت اور رونج ذا الكتريك لامب تشينج الكتريك انرجي انتو لايت انرجي اونلي، يعني في المصباح الكهربي الطاقه الكهربائيه بتتحول لطاقه ضوئيه فقط. طبعا هنا بنفكر في كلمه فقط، طبعا لا هي بتتحول من طاقه ضوئيه وطاقه حراريه، يبقى هنا ممكن نقول ان الكوتشن دي رونج او العبارة دي خطأ. Lesson 4 energy flow او تدفق الطاقة. لو جينا شفنا تدفقات الطاقة عندنا في بعض الاجهزة الكهربية،
energy is saved and is neither created nor destroyed. يعني الطاقة محفوظة ولا يمكن أن تفنى أو تنعدم. For example, the hair dryer أو بنقول عليه باسم المجفف الشعر. The input energy الطاقة المستخدمة هنا بنقول عليها electric energy يعني بشغل بواسطة electric. The output energy الطاقة الخارجة أو الطاقة الناتجة. طبعا heat energy طاقة حرارية ودي لها بوربز أو لها غرض to dry the hair عشان تجفف الشعر. Another energy, sound energy, no purpose أو motor sound ده صوت الموتور ودي طاقة ملهاش غرض من مجفف الشعر. في طاقة تانية kinetic energy وبرضو دي no purpose air movement أو حركة الهواء. يبقى في طاقات بتخرج من بعض الأجهزة لها استخدام وطاقات ليس لها استخدام. يبقى في المجفف عندنا الهيت هي اللي مطلوبة علشان تجفف الشعر أو تعمل كيل الشعر، ولكن الساوند والكينيتك مش مطلوبين، ولكن بالرغم من كده هما بيخرجوا مع حركة المجفف أو حركة موتور المجفف. نشوف another example على الانرجي فولو أو على تدفق الطاقة في الموبايل فون. لأن عارفين إن الموبايل فون بيشتغل بالكيميكال انرجي which exists in battery، يعني بيشتغل بالطاقة الكهربية اللي موجودة في البطارية. يبقى الـ input energy electric energy الطاقة الكهربية اللي جاية من البطارية المخزنة لطاقة كيميائية. الطاقة اللي ناتجة بقى هنا عندنا light energy اللي هي الموبايل في إضاءة أو الشاشة منورة. يبقى في الحالة دي دي light energy ودي طاقة مطلوبة. في sound energy برضو دي نعتبرها طاقة مطلوبة طاقة صوتية. في كمان عندنا حاجة اسمها data processing معالجة البيانات، زي ما انتوا شايفين ممكن اطلع منها ملفات او اطلع منها اتصال بالنت او اي دي اسمها معالجة البيانات او استخدمها في العمليات الحسابية. طبعا الموبايل استخدامات كتيرة دلوقتي في حياتنا. نيجي نشوف مع بعض lesson 5 دروس كده بسيطة energy and controlling it الطاقة والتحكم فيها. عندنا طبعا علماء موجودين في الكون حوالينا، في مجموعة من العلماء بنقول عليهم ايكولوجيست ودول علماء البيئة، وفي علماء تانيين مثلا او مهندسين بنقول عليهم انجينير. كل واحد من الاشخاص دول لهم لأهمية في حياتنا. لما نيجي ناخد الايكولوجيست ديزي ار تشيك ذا فولو اوف انرجي ثرو ذا نتورك ان ايكوسيستم بيكوز اني تشينج ان ذا فلو اوف انرجي افكتنج اون ذا ليفينج اورجانيزم. يبقى علماء البيئة دورهم هما يفحصوا تدفق الطاقة من خلال شبكات النظام البيئي، طبعا لأن أي تغيير في تدفق الطاقة بيأثر على الكائنات الحية. يبقى أي جهاز بيحاول يعمله مثلا مجموعة المهندسين بيبدأ علماء البيئة يشوفوا تدفق الطاقة دي داخل البيئة هل هيأثر على الكائنات الحية أو هيؤدي إلى موت بعض الكائنات، زي طبعا بعض أنواع السفن بعض أنواع المراكب. يبقى يتحقق علماء البيئة من تدفق الطاقة خلال الشبكات الغذائية في النظام البيئي حتى لا تتأثر الكائنات الحية. الحاجة التانية بيعملوها الإيكولوجيست is study the fall of energy in difficult ecosystem such as North Pole or the ocean. يعني بيحاولوا يدرسوا تدفق الطاقة في البيئات الصعبة زي القطب الشمالي وكمان في المحيطات أو في قاع المحيطات. يبقى يقوموا بدراسة تدفق الطاقة في الأنظمة البيئية الصعبة مثل القطب الشمالي أو قاع المحيط. شوف عمل المهندسين بقى أو الإنجينيرينج بيعملوا إيه. طبعا الإنجينيرينج زي design solution for problem such as how the mobile screen obtains the light energy. المهندسين بيحاولوا يصمموا حلول المشكلات المتعلقة بالتكنولوجيا مثل كيفية حصول الموبايل على الطاقة المطلوبة ليضيء. طبعا كلنا عارفين مشكلة الشاحن وان الموبايلات دايما بتستهلك طاقة كهربية عالية، فبدأوا يطوروا البطارية ان هي ممكن تستحمل فترة طويلة، بدل ما تستحمل 6 ساعات او 12 ساعة بقت تستحمل يوم كامل. فدي الطاقات او دي التحديثات اللي بيحاول المهندسين يعملوها في انتاج الطاقة. لو جينا استعرضنا كده المشكلة what is the problem related to the energy in the mobile phone system، يعني ما هي المشكلة المتعلقة بالطاقة في جهاز الموبايل. الموبايل فون consume large amount of energy in short time،
يعني جهاز الموبايل بيستخدم طاقة كبيرة جدا في وقت قصير. طب ايه هو بقى الخطوات اللي عملوها؟ What is the steps taken by engineering to solve this problem؟ الخطوة اللي عملوها مهندسين تصميمات انهم يحلوا هذه المشكلة، they modify the battery to last for long time after charging. يبقى هنا حاولوا ان هم يعدلوا البطارية ان هي تستغرق وقت اطول بعد شحنها، زي معظم الموبايلات الجديدة دلوقتي حاليا ممكن بطارية مدارها 4000 أمبير ممكن تستحمل يوم كامل لو استعملناه استعمال البسيط بدون استهلاك عالي للطاقة الكهربائية. يبقى كده علماء البيئة بيدرسوا الأنظمة البيئية وتدفق الطاقة، المهندسين بيحاولوا يطوروا حلول لمشكلات متعلقة بالتكنولوجيا زي مشكلة الموبايل في الحصول على الطاقة لفترة طويلة. يطبق عمل كده بعض الأسئلة على الجزء ده. الإيكولوجيست بيدرسوا تدفق الإنرجي in difficult ecosystems such as what، يعني علماء البيئة بيدرسوا تدفق الطاقة في النظام البيئي مثل إيه. طبعا عندنا نورث بول، بوتوم أوف أوشن، فورست، إي بي. حاولنا نفكر دلوقتي، قلنا الأنظمة البيئية الصعبة كان القطب الشمالي وكان قاع المحيط، يبقى في الحالة دي هنختار إيه؟ and B. Question number 2: any change in the flow of energy in difficult ecosystem، يعني أي تغير في تدفق الطاقة في النظام البيئي causes pollution، causes climate change، affect the living organisms. No correct answer، يعني بيسبب تلوث، بيسبب تغيرات المناخية، بيؤثر على النظام البيئي أو يؤثر على الكائنات الحية. No correct answer، أو لا يوجد إجابة صحيحة. احنا قلنا أي تغير بيحصل في تدفق الطاقة في الأنظمة البيئية ده بيؤثر على الكائنات الحية، ملوش علاقة بالتغيرات الطقسية ولا التلوث. يبقى الإجابة نمبر سي، the effect on the living organism، هي الإجابة الصح. Question number 3: design a solution for mobile screen to obtain light energy. Ecosystem engineering designer: no correct answer، يعني بيصمم حلول لشاشة الموبايل للحصول على الطاقة. Ecologist علماء البيئة، engineer المهندسين أو المهندس، designer المصممين، مفيش إجابة صحيحة. طبعا قلنا اللي بيجد حلول للمشكلات دي هو الانجينير. Question number 4: the mobile phone، جهاز الموبايل، consume small amount of energy in short time، consume small amount of energy in long time، consume large amount of energy in short time، consume large amount of energy in long time. يعني بيستهلك طاقة قليلة في وقت قصير، بيستهلك طاقة قليلة في وقت كبير، بيستهلك طاقة كبيرة في وقت قصير، بيستهلك طاقة كبيرة في وقت كبير. متفقين ان الموبايل مشكلتنا لما بنيجي نمسكه بيستهلك طاقة كبيرة في وقت قصير، عشان كده الشحن بتاعه بيخلص. يبقى الإجابة الصحيحة consume large amount of energy in short time، بيستهلك كمية كبيرة في وقت قصير. Question number 2: write the scientific term، they study the flow of energy in difficult ecosystem، بيدرس تدفق الطاقة أو تتابع الطاقة في الأنظمة البيئية الصعبة، لسه قايلينها هما علماء البيئة أو بنقول عليه الإيكولوجيست. Question number 2: they modify the mobile battery to last more time، يعني بيعدل الموبايل عشان يستغرق وقت أطول. اتفقنا إن هو الإنجينيرينج أو المهندسين. Area affected hardly by decreasing the flow of energy to it، مساحة بتتأثر بصعوبة بنقص تدفق الطاقة إليها. طبعا قلنا difficult ecosystem اللي هي النورث بول والديب اوف اوشن أو البوتوم اوف اوشن. يبقى كده احنا تناولنا تحولات الطاقة في بعض الأجهزة، تناولنا ال conservation of energy، وتناولنا دور الانجينيرينج ودور الايكو سيستم او الايكولوجيست في النظام البيئي. كده خلصنا ليسون 3 و 4 و 5. مع
مع بعض. Thanks for listening. Don't forget to join for channel. Write your questions or comment below the video. ما تنسوش دعمنا بالاشتراك في القناة وترك تعليقاتكم، وأي أسئلة ممكن تكتبها في التعليقات سوف يتم الرد عليها سريعا.